السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتعلمنا المرة اللي فاتت ازاي نعمل السلايد اللي فيها عنوان الموضوع، وقلنا انه لازم اسم الموضوع يكون واخد فونت كبير وواضح، ويستحب ان انا ارفق معاه حاجة تكون ريليتد للموضوع. وضربنا مثال بالسوشيال ميديا والايقونات بتاعت مواقع السوشيال ميديا اللي في الجنب. كذلك برضو السلايد دي العنوان واخد فونت كويس وعمل له خلفية كويسة، وكمان واخد باك جراوند غامقة شوية بحيث يعلى الكونتراست بتاع العنوان، وكمان جايبين صورة المصحف كحاجة ريليتد للموضوع. الفيديو ده هنتكلم بشكل أساسي لما يبقى عندي في السلايد بتاعت عنوان ومتفرع منه عناوين تانية، ازاي اعمل ده. وقبل ما نعرف ازاي بنعمل ده، هنتعرف دلوقتي على انواع اللاي اوتس اللي ممكن اعملها جوه السلايد. دي سلايد بلانك. بلانك سلايد معناه انها فاضية ما فيهاش اي حاجة. هنفتح اللاي اوتس، كليك يمين، وادي قائمة اللاي اوتس المتاحة. اول حاجة ده اسمه ايه؟ تايتل سلايد. تايتل سلايد يعني ايه؟ يعني الشريحة دي هيتكتب فيها عنوان لموضوع، كويس؟ ده الهيكل بتاعها. وادي المثال بتاع العنوان. ممكن اضيف سب تايتل تحتيه. سب تايتل يعني ايه؟ سب تايتل يعني ترجمة او كابشن او تعريف للعنوان بتاعي. دي بقت تايتل سلايد، يعني سلايد فيها العنوان ومعاها سب تايتل يعني كابشن يخص العنوان، سواء ترجمة تعريف اي حاجة. وممكن اشيلها خالص لو انا عايز العنوان بس، تمام؟ طيب، وانا خلاص بعد ما ظبطت السلايد ممكن اروح اغير في الثيم بتاعها. ولا بغير الثيم منين؟ من قائمه الديزاين، ادي الثيمز المتاحه. لو احنا لاحظنا هنلاقي ان هيكل الشريحه او اللاي اوت بتاعها شكله بيختلف في كل ثيم عن التاني. كل سلايد بعد ما تدي اللاي اوت بتاعها ممكن تروح تغير الثيم. طيب تعال نشوف اللاي اوت اللي بعده. تاني لاي اوت حاجه اسمها تايتل اند كونتنت. تايتل يعني عنوان، وفي كونتنت محتوى تبع العنوان ده، تفاصيل تخصه. زي مثلا دي، هنا العنوان موجود اهوت، والحاجات اللي تحت دي تفاصيل تبع العنوان. طيب تعالوا نشوف اللاي اوت اللي بعده. حاجه اسمها سيكشن هيدر، يعني هي نوعا ما شبه اللاي اوت الاولاني، شبه اللاي اوت بتاع العنوان، وفي تحته كابشن او سب تايتل، وده مثال. طيب تعالوا نشوف اللاي اوت اللي بعده. اللي بعده حاجه اسمها تو كونتنت. تو كونتنت معناها ان انا عندي عنوان واحد وتحتيه هتكلم عن حاجتين تخصه. زي مثلا الدواء ده هتكلم عن الاستخدامات بتاعته والاعراض الجانبيه بتاعته، الحاجتين دول لنفس العنوان. اللاي اوت اللي بعده حاجه اسمها كومباريزن. كومباريزن معناها مقارنه. يبقى انا عندي سلايد بعمل فيها مقارنه بين حاجتين، زي مثلا السلايد دي بعمل فيها مقارنه بين دوائين الاثنين تحت نفس العيله من الادويه وبعمل منهم مقارنه. يبقى اللاي اوت ده اسمه ايه؟ كومباريزون او مقارنه. اللاي اوت اللي بعده حاجه اسمها تايتل اونلي. تايتل اونلي يعني انا عايز عنوان بس، عايز السلايد فيها عنوان بس، زي السلايد دي مثلا عنوان فقط. اللي بعده هي حاجه فيها كذا محتوى بالمنظر ده كده، وادي مثال عليها. اللي بعده ده لاي اوت بيبقى معاه تكست وصوره. هو هنا بيديك المكان المقترح للصورة بتاعته اهو، نفس الفكرة. دي اشكال اللاي اوتس اللي البرنامج بيقترحها عليا. طيب اللاي اوتس دي هل هي مقدسة؟ يعني هي لازم تفضل بالشكل ده؟ لا طبعا، اللاي اوتس ممكن تتغير بتغيير الثيم بتاع السلايد. تعالوا نشوف كده. ادي مثلا اول سلايد، تعالوا كده نغير في الثيمز. شايفين السلايد اللاي اوت بتاع السلايد بيتغير، بتغير الثيم، كل ثيم معين. تعال نشوف السلايد تانية دي مثلا. زي ما احنا شايفين كل ثيم بيبقى له لاي اوت مخصص. واللاي اوتس ممكن تاخد اشكال مختلفة كتير جدا، بس كلهم في الاخر لازم يأدوا الغرض، الغرض اللي هو ان انت توصل المعلومه بتاعتك والناس اللي بتتفرج يكون وصلوا لهم انت عايز تقول ايه. وده يدخلنا على حاجه اسمها انفوجرافيك. يعني ايه انفوجرافيك؟ انفوجرافيك كلمه انفو معناها انفورميشن، وجرافيك معناها ديزاين، جرافيك، كويس؟ يبقى انا عندي معلومه انا عايز احطها في ديزاين او شكل معين. الشكل ده ممكن يكون رسم بياني زي دول، او حاجات تانية زي دي برضو. موضوعنا بقى النهاردة
ازاي نستخدم الانفوجرافيك في سلايد فيه عنوان تحته حاجات متفرعه منه. عايزين نستخدم الانفوجرافيك في ان احنا لو عندنا عنوان متفرع منه حاجات تانيه. ازاي اعمل ديزاين يبسط المعلومه ويحول الحاجات المعقده لحاجات بسيطه جدا تتفهم بمجرد النظر. دلوقتي اي عنوان فرعي ممكن يتواجد بشكل من اتنين، يا اما الشكل اللي احنا شايفينه ده اللي هو اسطر تحت بعضها 1 2 3 او المنظر ده، ان انا اعمل مخطط او اسهم يمين وشمال واعمله بالمنظر ده. احنا بقى دلوقتي هنحاول نشوف الانفوجرافيك ازاي ممكن يخدم السلايد بتاعتي ويحاول يوصل اللي انا عايز اقوله، واتنين يكون شكله حلو شكله يخطف العين. من القواعد اللي تكون حاططها في بالك وانت شغال ان انت لما تعمل حاجه زي الانفوجرافيك بتهدف انها تخلي المعلومه ابسط، اوعى النتيجه بتاعتك انك تعمل حاجه تخلي المعلومه اصعب. يبقى دايما خليك فاكر ان انت هدفك ان المعلومه توصل بشكل اسرع. وادي اول مثال، مثلا دي سلايد فيها عنوان وتحتي تفاصيل. طيب انا دلوقتي هحاول احطها في شكل ما لطيف، اعتقد المنظر ده الطف من المنظر ده. عملت انا ايه هنا؟ غيرت الخلفيه، غيرت الخطوط، وحطيت تاتش اللوجو بتاع ابل، والسلايد نفسها سلايد بسيطه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ممكن اجيب ثيمز جوه من جوه خالص، ممكن اغير الفونت كمان. احنا عرفنا تغيير الفونت بيبقى له تاثير حلو جدا على السلايد. السلايد شكلها اختلف. طيب تعالوا نشوف مثال تاني. المثال ده انا دلوقتي هحاول احطه في شكل ما ديزاين يكون بيدل على الموضوع اللي انا عايزه، في نفس الوقت بيحاول يوصل معلومة وشكله حلو. دلوقتي انا جايب شجر وتحتيه مصانع، تمام، والبيئة بلون الاخضر. الديزاين نفسه يخدم الفكرة اللي انا عايز اوصلها. طيب تعالوا نشوف مثال تاني. دلوقتي مثلا بتكلم على طرق التفكير ومهارات التفكير وحاجات من دي. دلوقتي انا حطيتها بشكل ما يوصل الفكرة اللي انا عايز اقولها، وفي نفس الوقت شكله مش مزعج مش بيكلكع الحاجة. يبقى هي دي فكرة الانفوجرافيك، ان انا بحاول احط حاجة شكلها وحش، ممكن تكون مملة، ان انا احطها في حاجة اتراكتيف، حاجة انترتيننج تشد العين. هنا بس بنتكلم على مفاتيح النجاح، ممكن احطها في المنظر ده. وتوافق الالوان مهم جدا، وهنعرف دلوقتي ان كل السلايدز اللي جبتها لو غيرت الثيم الالوان بتاعتها هتتغير. هنا مثلا بنتكلم على اركان الاسلام، حطيتها في منظر افضل بالترتيب، ممكن كمان احط عليه تاتشات ممكن ابقى نعرفها بعدين. يعني مثلا ممكن احط هنا لا اله الا الله محمد رسول الله مثلا، ممكن احط مثلا صوره واحد بيصلي تحت، ممكن احط صوره واحد بيدي فلوس تحت، ممكن احط مثلا صوره الكعبه هنا، ممكن احط صوره اكل وعليه علامه حمراء مثلا عند الصيام وهكذا. الفكرة اللي انا عايز اوصلها في السلايد توصل بشكل اسرع. دي سلايد مثلا فيها كلام كتير عن كيفية التعامل مع كورونا، كاتب هنا الوقاية بتتم ازاي، ولو ظهرت واحدة من الاعراض ازاي اتعامل معاها، بتصل على الرقم الفلاني والاعراض كذا. دلوقتي هنحطها في انفوجرافيك. اعتقد يعني الفرق بين السلايد دي والسلايد دي الفرق مرعب. هنا الاعراض واخدة شكل كويس اتراكتيف للعين واضحة، والوقاية كذلك، والرقم اللي المفروض المصاب يتصل بيه موجود برضه بخط كبير وواضح. يبقى هنا كل اللي انا عايز اقوله وصل، والمشاهد اللي بيتفرج انترتيند يعني مستمتع. عكس دي هنا السلايد شكلها وحش جدا. طيب تعالوا نشوف مثال تاني. هنا بنتكلم على ادوات مهمه وحاجات بتتطور باستمرار في التليفون. تعالوا نشوف كده لما احطها في شكل انفوجرافيك شكلها هيبقى عامل ازاي. دلوقتي اول حاجه الخط بتاع العنوان شكله حلو، في ايقونات دل على كل حاجه، يعني مثلا التواصل جايب ايقونه شبكه، التطبيقات ايقونه التطبيقات، الانترنت، الضبط وهكذا. الايقونات دي مع الدوائر مع العنوان مع الخلفيه بتخلي السلايد تشد العين، وكمان بتبقى صعبه انها تتنسى، بتتحفر في دماغ اللي بيشوفها. تعالوا نشوف كمان مثال. احنا بنتكلم على لماذا نقرا، السلايد فاضيه جدا. تعالوا نشوف كده، هنا حطينا كتب مختلفه من اللي بنقراها، وادي اهداف القراءه. مثال كمان، فوائد الاشجار، تنظيف الهواء، انتاج الاكسجين، مش عارف ايه. تعالوا نشوف كده لو حطيناها في انفوجرافيك شكلها هيبقى عامل ازاي. يعني انا اعتقد مفيش مقارنه بين ده وده. تعالوا نشوف كمان سلايد المنتجات الاكثر مبيعا في مصر، حطيناها في شكل هرمي يخدم الفكره اللي انا عايز اقولها. الملابس في المركز الاول، بعد كده الاحذيه، بعد كده كذا كذا. الحواس الخمس مثلا، تذوق السمع، البصر، الشم، حاول احطها في انفوجرافيك.
اعتقد كده شكلها احسن، واللي انا عايز اقوله وصل. وفي حاجه عايزين نقولها، ان كل انفوجرافيكس من اللي احنا جبناهم ممكن نغير الوانها لو غيرنا الثيم بتاع السلايد. تعالوا نخش على قائمه ديزاين ونغير الثيم كده كده مثلا، كده 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 كده. تعالوا مثلا نجرب دي هنا، السلايد شكلها اختلف تماما، وكذلك في كل السلايدز. يعني مثلا هنا ممكن اغير الديزاين او الثيم كده 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 بأي منظر انا عايزه. كويس. تعالوا كمان واحدة بتاعت كورونا مثلا، كده كده كده. ممكن الالوان تتغير وشكل السلايد يتغير مع كل ثيم انت بتعمله، وانت وذوقك بقى. طب نيجي للسؤال بقى، انا بعمل الانفوجرافيكس دي ازاي؟ اول حاجه انت ممكن تعملها بنفسك، يعني بس هتجيب ورقه وقلم وتحاول تشوف المحتوى اللي في السلايد ده ازاي احوله لمخطط او حاجه شكلها حلو. كويس. وممكن نجيب حاجات جاهزه من على النت، وانك تعمل انفوجرافيكس انت جوه الباوربوينت هنخليها مع دروس الرسم لما نتعلم ازاي نرسم جوه الباوربوينت. الفيديو الجاي هنتعلم ازاي نجيب انفوجرافيكس من على النت وازاي استخدمها جوه الباوربوينت. وكده نبقى خلصنا فيديو النهارده. سبحان الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.